في الفيديو بتاعي النهاردة يا شباب هنتكلم عن السخونية عند الأطفال. طبعا الفيديو ده مهم جدا لكل الأمهات، تمام، لأنهم في أمهات ما بتعرفش تتصرف لما بتلاقي الطفل عنده درجة الحرارة عالية. تمام، أول حاجة معانا يا شباب السخونية عند الأطفال، إزاي اتصرف معاهم وإيه سبب السخونية عندهم وإمتى ما ينفعش استنى عليه ونروح للدكتور حالا. أول حاجة معانا يا شباب السخونية عند الأطفال هي ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 37.5 مئويا، وهي أحد علامات مقاومة الجسم لعدوى الطفل اتصاب بيها. تمام، في حاجة مهمة يا شباب أو يا أمهات لازم نتكلم عنها عشان تبقوا عارفينها، السخونية زي الصداع بالظبط، بتكون عرض لمرض تاني. يعني انا ممكن يجيلي سخونية عشان عندي جرح في رجلي، ممكن يجيلي سخونية علشان في معدتي تعباني، او يا شباب التهاب الجهاز التنفسي الفيروسي. تمام، لو طفلك عنده انفلونزا او برد او نزلة برد عامة. تمام، تاني حاجة عدوى الجهاز الهضمي الفيروسي زي مثلا اسهال او ترجيع، دي برضو بتيجي على هيئة السخونية برضو، او التهاب بكتيري. تمام، مثل التهاب الاذن الوسطى والتهاب اللوز والتهاب المسالك البولية، او الاصابة بالحصبة او السعال الديكي. السعال الديكي ده بتبقى الكحة بتاعته جامدة جدا. او لو الطفل بتاعي واخد تطعيمات، فالتطعيمات في تطعيمات معينة بتتاخد بعدها الطفل لازم يسخن، وممكن تكون السخونية كمان بسبب تسنين الطفل، ممكن تكون السخونية كمان بسبب ان الطفل اللي عنده لوز زي ما قلنا. تمام، تعالوا بقى يا شباب نروح للجزء التاني في الفيديو وهو علاج السخونية. طبعا لازم يكون معانا ادوية موجودة في البيت علشان لو حصل اي ظرف من دول والطفل بتاعي جاله سخونية فجأة فاعرف اتصرف لو درجة الحرارة لسه مش مرتفعة ومش مستدعية ان احنا نروح لدكتور. تمام، اول حاجة هنقول اسامي الادوية دي علاج السخونية بقى يا شباب سيبنا بقى من الأدوية دلوقتي، هنقول على حاجات لازم نعملها قبل الأدوية. تقليل درجة حرارة الجسم عن طريق زي ما قلنا الأدوية، تاني حاجة عن طريق السوائل والأطعمة المفيدة. تمام، أول حاجة تقليل درجة حرارة الجسم، أول حاجة هنعملها نبدأ إن احنا نخفف ملابس الطفل وتهوية المكان اللي الطفل فيه جيدا. تمام، أول حاجة مش عشان الطفل اللي معايا سقعان أو بيرتعش أو كده إن أنا ألبسه هدوم كتير وأقول ده سقعان عشان يتدفى. السقعة اللي هو فيها دي أو البرد اللي هو فيه ده سببه سخونية، يعني مفيش داعي ان احنا نلبسه كتير لان دي هتكتم السخونية في جسمه ودي هتعمل معانا اضرار تانية. يعني بدل ما انا جاية بعالج حاجة هضر حاجة تانية، فلازم لما الطفل اللي معايا اللي يبقى سقعان وبيرتعش ما زودلوش هدوم وهو سخن. في حاجة كمان يا شباب هقول عليها في اخر الفيديو، الحاجة دي لو عملناها بتنزل درجة حرارة الجسم جدا. تمام، وطبعا يا شباب مش هننسى الكمادات، دي حاجة عامل كبير جدا. تمام، بس مش الكمادات اللي بتحطها على جبين الطفل، الكمادات دي غلط، احنا كده مش بنعمل حاجة، احنا كده الطفل اصلا درجة حرارته ما بتنزلش بالكمادات دي. احنا عايزين دلوقتي الطفل اللي معانا الدم بتاعه سخن، تمام، ده مسخن جسمه، الدم سخن، عايزين ان احنا نبرد بقى ايه الدم اللي في الاوردة في الشرايين، فهنبدأ ان احنا نحط الكمادات على الرقبة. تمام، زي ما قدامكم في الصورة دلوقتي تحت الإبط. تمام، تالت حاجة على الفخذين، دي الأماكن الصح للكمادات يا شباب أو يا أمهات عامة، يعني الأماكن دي هي اللي صح للكمادات، مفيش كمادات بنعملها فوق الجبين، بتعملش أي حاجة أصلا. تعالوا بقى نروح للأدوية، أول حاجة معانا من الأدوية وهو الباراسيتامول. الباراسيتامول ده يا شباب بيتاخد لكل الأعمار. تمام، أدوية السخونية معانا بتكون على حسب وزن الطفل وسنه، لو الطفل معايا لسه حديث ولادة يا شباب لعمر سنة احنا زي ما قلنا الباراسيتامول مناسب لكل الأعمار، بيبدأ ان احنا نديله بالقطارة اللي هي باراسيتامول، القطارة معايا بتبقى مرقمة. تمام، لو الطفل اللي معايا حديث ولادة او عمره بيقل عن 12 عام بيتم اعطائه من 10 لـ20 ميلي جرام بمعدل 4 جرعات او 6 جرعات في اليوم وعند اللزوم، يعني ما يتجاوز 6 مرات خلال 24 ساعة. تاني دواء معانا يا شباب وهو الإبروفين. تمام، ده ما بيتاخدش للأطفال أقل من 6 شهور أو سنة على الأقل، بس ده بيأثر على الكلى.
تمام. الجرعة بتاعته يا شباب بناخد 5 مللي جرام لكل كيلو، يعني لو الطفل اللي معايا وزنه 5 كيلو بناخد له 25 مللي جرام. ده بنستخدمه يعني أقل حاجة بتبقى 3 جرعات في اليوم، وما تزيدش عن 6 جرعات خلال 24 ساعة. بس هو أقوى من الباراسيتامول. تمام. الدواء معانا يا شباب هو الديكلوباك، ده بيتاخد بعد سنة. تمام. يعني الأطفال حديث الولادة اللي هو من عمري ومن عمر سنة ما ينفعش ان هو ياخده، بعد سنة ينفع ان هو ياخده. بس هو معانا بيكون مضاد للالتهابات. تمام. بس نسبة قليلة منه بيكون خافض للحرارة. لو بقى هعتمد على السوائل الدافية والأطعمة، تمام، فهبتعد جدا عن السوائل الدافية اللي فيها كافيين، نسبة كافيين عالية زي القهوة والشاي لو هنكتر منهم. تمام. إنما الخضروات والفواكه تمام. وأهم أهم حاجة معانا لو الطفل لسه بيرضع، استمرار الرضاعة. امتى بقى يا شباب اروح للدكتور؟ لو الطفل بتاعي عمره 3 شهور ودرجة الحرارة بتاعته زادت عن بقت مثلا عدت 38 وداخلة على 39، دي لازم اروح بيه للدكتور حالا. لو الطفل اللي معايا شفايفه بدأت تزرق، في الحالات دي لازم اروح للدكتور حالا، ما ينفعش ان انا اعمل اي حاجة في البيت. لو الطفل اللي معايا حصل له التشنجات من السخونية دي، طبعا لازم نبقى عارفين لو درجة الحرارة معايا 39 مش هتنزل بأي مسكنات او اي خافض للحرارة. لازم اعمل كمادات او احمي الطفل اللي معايا، حتى لو هو سقعان بيرتعش لازم احميه بمية ساقعة عشان درجة الحرارة تنزل توصل مثلا معايا ل 38، بعد كده ابدأ ان انا ادي الادوية اللي معايا. دلوقتي يا شباب معانا اللبوس، معانا اللبوس دولفين، ده بتركيز 12.5 مللي جرام. ده بيتاخد للأطفال من سن 12 شهر، بداية من وزن 12 كيلو لحد 25 كيلو. أما دولفين بتركيز 25 مللي جرام يعطي من وزن 25 كيلو لوزن 50 كيلو، جرعة كل 8 ساعات. واللبوس يا شباب اللي هو دوكلوفين، ده بيتاخد بنفس طريقة اللبوس دولفين، دي ممكن نستخدمها لأقل من 6 شهور او على حسب الدكتور ما هيقول. ما قلنا يا شباب مادة ديكلوفيناك دي اللي هي معانا مضاد للالتهابات والألم، مثل التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز. لذلك يكون من الأحسن عدم استعمال دولفين وفولترين لبوس، تمام، غير باستشارة الطبيب. ممكن ان احنا يا شباب نستخدم زي ما قلت الباراسيتامول والإبروفين، تمام، دول ممكن نستخدمهم عادي. زي ما قلت يا شباب الباراسيتامول ده لكل الاعمار، تمام. تمام. البروفين ده بنستخدمه بعد 6 شهور. الاثار الجانبيه يا شباب بتاعه الديكلوفيناك ده بيكون نقص في كرات الدم البيضاء، تمام، كمان بيسبب جفاف، كمان بيسبب كسور الكلى وبيسبب ارق، تمام، بيسبب الم في الراس، وكمان بيسبب حساسيه مثل الكحه والصداع وطفح الجلد، كمان بيعمل تحسس من الضوء والتهاب القرنية بتاعة العين، وبيعمل كمان إسهال، وفي ساعات بيعمل إمساك وغثيان وألم في البطن واحتباس السوائل، طبعا ما بيبقاش عارف يعمل حمام بول، التهاب الرئة والتهاب الكبد واضطرابات المعدة. وكده يا شباب يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا منه. لو معلومة صغيرة لو انت مش مشترك معايا في القناة أتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لي لايك.